هل يجوز لي أن أستبدل الأضحية بعد شرائها؟ أقول وبالله التوفيق، لا يخلو حال الإنسان الذي يريد أن يستبدل الأضحية من ثلاثة أحوال. الحال الأول أنه يريد أن يستبدلها بأفضل منها، الحالة الثانية أنه يريد أن يستبدلها بمثلها، الحالة الثالثة أنه يريد أن يستبدلها بأقل منها. فإذا كان يريد أن يستبدلها أو يبيعها ويشتري أخرى لأفضل منها جاز، أما إذا كان يريد أن يبيعها ويشتري غيرها لكونها أقل وهي أقل منها فلا يجوز. إذا كان يريد أن يشتري غيرها وهي مثلها فأيضا لا يجوز لعدم وجود الفائدة، لأن الأصل أننا إذا اشتريت الأضحية وعينتها وقلت هذه أضحية تعينت ووجبت فيجب علي أن أذبحها، إلا إذا كنت أريد أن أفعل الأفضل فيجوز الانتقال للأفضل، والله تعالى أعلم.